النفس كلش عزيزة وترخص القاعي وما تحشد ليها تسرف نذراعي عافية تاض الحشد سرفا لزم عوزيته اللي هو الموشادم ما يدخل بريده الله الله المرحلة القادمة الأفضل لأن أنت شاعر بس أنت مرتبك ما أعرف ليش ترى الكل أخوة لكم لا تحسبون أي شيء احنا اللي نقول لك يا ابي ترى انت قاعد تقرا من ناس تدقق بهاي فشني حسن كتابتك انا كلام لك ولاخوانك الباقيين مثل لون مذنب يوج من يطلع واحدنا شجاع وذيب ومسنع علي يطبق احلامه ما يدريش من اختار اطفر عيونه قدامه عراق ومكر التلعات بعد ما طخن الهامه انت شاعر وعندك امكانيه تكتب فهذا مو عذر لا انا عذرك ولا جمهوري عذرك